اليوم معنا واحد اسطوره في الفلوغات. الله يعطيك العافيه. ويطايسو واش كتقول؟ حنا فين؟ حنا يا فان فيستيفال مالوغوز ما كنا باغيين ندخلوا من الدنيا الطرقه. وي ولكن دوماج ولكن هاد السيد قال لي برونوسيك ديال هاد الماتش تيجي مع كرواتيا ان شاء الله جيسبير نديروا شي تعادل مع بلجيكا نتعادلوا ومع كندا نربحوا. اذا كان تعادل تعادل ربح باش نكونوا ريال فهمتي نكونوا طري رياليست كنظن فوزابل. والتخمين ديالك شكون اللي غادي يدي كاس العالم في تقريبا؟ مفاجاه كاس العالم عمرك غتعرف مين كان شويه كاين سوربريز ولكن غير تحضير تاع القلب من كيبي ديجا فرنسا غنحيدوها حيت بان ليا بزاف لي بليسيور وي لي بليسيور شوف بنزيما مشى لينا الارجنتين كنحسبها عندهم فريقه زوينه البرتغال يقدروا يديروا شي حاجه اونت البرازيل البرتغال والارجنتين خلي عندك هذه بليزير البرتغال الارجنتين صافي نخليو هذا عقل على السلام عليكم نرجعوها نحسبوها عليه الله يحفظك الماتش الاول شحال الماتش الاول كرواتيا ان شاء الله 1-0 غنربحو بلجيكا الثاني غنتعادل 1-1 غنربحو 3-0 مشى خالد السلام عليكم اخوان كي دايرين معايا صلاح الدين اش تخيلوا معايا ضربها من تركيا حتى لقطر على بيكالا غادي اليوم غادي يقول لنا التخمين ديالو ديال المنتخب ديال ثلاث الماتشات كيف درنا مع الاخرين اللي قبل منه خويا صلاح الدين الماتش الاولاني كونتر المغرب كونتر تركيا المهم الماتش الاولاني المغرب كونتر تركيا يا تعادل ديال المغرب ربح 1-0 الماتش الثاني كونتر بلجيكا الماتش الثاني غادي يكون ممكن يكون تعادل ممكن تخسروا بواحد الزيرو ولا بجوج الزيرو الماتش الثالث كونتر كندا الماتش الثالث يا ربحوا يا نتعادلوا يعني ندوزوا في الشك ممكن احنا ماشي كندوزوا ان شاء الله ولكن الا خصك تكون عطيتك الاقتراحات اللي مفتاحات الله يحفظك يا الله سلام فراسك خويا صلاح الدين الله يحفظك بون كوراج وفين اخويا؟ واحد خاطر خويا عيان خويا عيان لا تولي بخير قول لي اخويا سفيان بالسريع الماتش الاولاني شحال؟ ديال كرواتيا الماتش الثاني المغرب 2-0 المغرب 2-0 الماتش الثالث كندا 1-1 كندا 1-1 اذا نقول لي صافي المغرب داز رسميا المغرب في الدور الثاني رسميا وبدون مقدمات ولا مجاملات نقدروا نطيحوا مع الصباليون ياك ومن اللي نطيحوا معهم الصباليون يلا ما نطيح مع الصباليون على الدوزيام الثانيه نقدروا نطيحوا مع الصباليون الصباليون اللي معنا الحساب نضربوا ب 3-1 الصباليون صافي نديروا لهم رسميا المنتخب في الربع النهائي الله يسامحنا رب قطر في 2700 والمغرب في 2001 كاين تحيه للمغرب والله الا في عالم اخر ياك ان شاء الله معنا صوتنا السواد بابنا العرب ان شاء الله وتخيلوا معايا راه مقطعي الماتش ديال المنتخب كرواتيا غادي نمشي نتفرجوا ان شاء الله ان شاء الله غادي يعطونا التخمين ديالهم ديال الماتش الاول الماتش الثاني والماتش الثالث الماتش الاول اتوقع تعادل مع كرواتيا تعادل مع كرواتيا لا انا اتوقع فوز المغرب المغرب على كرواتيا 1-0 المقابله المغرب وبلجيكا اتوقع تعادل بلجيكا اتمنى المغرب لكن اتوقع فوز بلجيكا اتوقع هذا لا هي كره قدم المغرب وكندا كندا فوز المغرب وتتاهل ان شاء الله بسبع نقاط ان شاء الله ان شاء الله حاسبها لا المغرب تفوز على كندا فريق كم النتيجه عندك ربعه النتيجه 2-1 المغرب الحمد لله راح يدمرهم ولا الله بيجيب يصير هداف المغرب ان شاء الله ان شاء الله تشكر الله هلالي 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 والله الهلال فريق قوي في اسيا والله فريق قوي الهلال والله فريق قوي في المغرب احسن فريق وداد ورجاء لا 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 جواب دبلوماسي جواب دبلوماسي لا 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 فريق 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 رايك انا اتوقع الوداد الوداد انت حبيبي يعني. والله حسعل والله حسعل عليك والله حسعل عليك ما تجينا ضد كرواتيا ما تجينا ضد كرواتيا تعادل انا اقول لك رجاء اذا ترجع حبيبي والله حبيبي كفو والله مرحبا بك في المغرب على حسابي مرحبا انت ما تجيبوش المغرب ما يجيش المغرب لا ما يجي المغرب لا مرحبا الله يسلم فرصة سعيدة كريم هنا من تونس ترجاوي هنا الودادي قصة طويلة بين الوداد وترجي قصة عداوة صاحبي لكن عداوة الفيسبوك والله عداوة كورة مش عداوة أخوة وصداقة وأمة عربية واحدة هذا تنافس دائما
اليوم عندنا بغينا تعطينا احتمالات ديال الماتشات ديال المنتخب ثلاثه ماتش المغرب مع كرواتيا المغرب بلجيكا المغرب وكندا المغرب وكرواتيا شحال غادي يدير كرواتيا زوج واحد للمغرب ولا واحد 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 للقطريه تعادل تعادل الماتش المغرب وبلجيكا المغرب وبلجيكا هذا تسجل فيها اهداف 2-2 2-1 لبلجيكا يا صاحبي تعادل ممكن تعادل وممكن بلجيكا تربح الماتش كراس يا اميغو كراس حاب بلجيكا صاحبي كراس حاب اذا تعادل الماتش الاول وتعادل الماتش الثاني الكاس شمال المغرب يخسر هذا رابحين رابحين خمسة نقاط ان شاء الله وتتعادل الدور الثاني حظوظ المنتخب التونسي مجموعة كاس ما فماش نسبة 20% ممكن